يا منمر طبعا حقك تتدلع تتدغدغ قوي تتمنى. كارلا حداد تكشف أسرار مفاجئة عن حياتها وأموالها، هل تعتزل الأعلام؟ تحدثت الإعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد عن القطاع التعليمي في لبنان، وذلك خلال مقابلة أجراها تلفزيون الآن معها. وفي التفاصيل أعربت كارلا عن سعادتها بالعودة إلى المدارس بعد عامين من التوقف بسبب فيروس كورونا، وقالت أرى أنه يجب أن نقدم كل الدعم للمدارس والكوادر التعليمية والمعلمين، وأشكر الله أن المدارس فتحت أبوابها لأنه أساس أي مجتمع هو العلم، فهو خير مساعد للتلاميذ على معرفة الصح من الغلط، إضافة إلى أن العلم يحرر الإنسان من التبعية والجهل. وأضافت فبقاء الأولاد في المنازل قرابة السنتين قضى عليهم، وأعتقد بأنهم سوف يواجهون صعوبات في التأقلم. أما بالنسبة لاستعداداتي فابنتي ليا بدأت في المدرسة والدرس، فأنا دائما أخصص لها وقتا لمساعدتها في واجباتها المدرسية. وفي السياق عبرت كارلا عن رأيها بغلاء الأقساط والمستلزمات المدرسية لهذا العام، مشيرة إلى أن اللوم لا يجب أن يقع فقط على عاتق المدرسة، مضيفة إلى أن هناك العديد من الحاجيات الأساسية أصبحت باهظة الثمن. وأكملت كارلا مهاجمة السلطة اللبنانية: موقفي من الغلاء الفاحش واضح جداً، فما يحصل هو أمر غير طبيعي، لكن لا يجب أن نسلط الضوء فقط على المدارس فحسب، بل إنما أيضا على سائر القطاعات الموجودة في الدولة. في سياق آخر أوضحت كارلا خلال المقابلة الفرق الذي عاشته بين زواجها الأول من الممثل اللبناني طوني أبو جودة وزواجها الثاني من رجل الأعمال وائل قصيص، قائلة: لقد كان من الطبيعي في زواج الأول من الممثل طوني أبو جودي أن تكون حياتنا تحت الأضواء، خصوصا أن طوني فنان مشهور ومحبوب ومعروف من الجميع، وبدأ مسيرته الفنية قبلي. وتابعت: لكن زوجي الحالي بعيدا كل البعد عن السوشيال ميديا، وليس لديه أي حساب ولا أي موقع اجتماعي، لذلك من الطبيعي أن تكون حياتنا العائلية بعيدة عن الأضواء. أما عن التمثيل فقالت كارلا: لست أنا من توقف عن التمثيل، فإن قدم لي عرضا مناسبا وتوسعت أفاق المنتجين والتفاتهم إلى موهبتي فسوف أكون جاهزة وحاضرة، طبعا إذا كان الدور يليق بي وضمن فريق عمل مناسب. بالنسبة للتمثيل ممكن وبحب كتير أرجع أمثل، بس سيت كومز وبلبنان وما عم يكتبوا سيت كومز.